نسجد للأب والابن والروح القدوس، سلام للكنيسة بيت الملائكة، السلام للعذراء التي ولدت مخلصنا، السلام لغبريال الذي بشرها، سلام لميخائيل رئيس الملائكة، سلام للأربعة والعشرين قسيسا، السلام للشيروبيم، السلام للسرافيم، السلام لجميع الطغمات السمائية، سلام ليوحنا السابق العظيم، سلام للإثنى عشر رسولا، السلام لأبينا مرقس الإنجيلي مبدد الأوثان، سلام لاستيفانوس الشهيد الأول، سلام لجرجس كوكب الصور، السلام لجميع صفوف الشهداء، السلام لبنطونيوس وثلاثة مقارب، سلام لجميع صفوف لباس الصليب، سلام لجميع القديسين الذين أرضوا أيها المسيح مالكنا بصلواتهم اصنع معنا رحمة في ملكوتك، أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آت إلى العالم، أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت بمجيئك، خلصت آدم من الغوايا وطقت حواء من طلقات الموت، أعطيتنا روح البنو ونسبحك ونباركك مع ملائكتك، عندما يدخل وقت باكر إلينا أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، فلتشرك فينا حواس النور ولا تغطينا ظلمات الألم، لكي نسبحك عقليا مع دهون صارخين نحو قائلين، سبق أن بلغت عيني وقت السحر لأتلو جميع أقوالك، اسمع صوتنا كعظيم رحمتك ونجنا يا رب إلهنا حسب رأفتك، يا الله المهتم صانع الخيرات مدبر مختار حسنا، المدبر القوي للملتجئ إلي، المتشوق لخلاص ونجاة كل أحد، بصلاحك هيأت لنا الليل انعم لنا بهذا اليوم ونحن بغير خطية، لنستحق أن نرفع أيدينا إليك أمامك بغير غضب ولا فكر راضي، في هذا السحر سهل طرقنا الداخلية والخارجية بسترك المفرح، لننطق بعدلك كل يوم ونمجد قوتك مع داود النبي، بسلامك أيها المسيح مخلصنا رقدنا وقمنا لأننا توكلنا عليك، ما هو الحسن وما هو الحلو إلا اتفاق أخوة ساكين معا، متفق بمحبة حقيقية إنجيلية كمثل الرسل، مثل الطيب على رأس المسيح النازل على اللحية إلى أسفل الرجل، يمسح كل يوم الشيوخ
والصبيان والفتيان والخدام هؤلاء الذين ألفهم الروح القدس معا مثل قيثار مسبحين الله كل حين بمزامير وتسبيح وترانيم روحية النهار والليل بقلب لا يفتور أنت يا أم النور المكرمة وليلة الإله حملت الكلمة غير المحوى من بعد أن ولدت بقيت عذراء نعظمك بتسبيح وبركات لأنه بإرادته ومسرة أبي والروح القدس أتى وخلصنا ونحن أيضا نطلب أن نفوز برحمة بشفاعتك عند محب البشر البخور المختار الذي لبتولياتك صعد إلى كرسي الآب أفضل من بخور الشروبيم والسرافيم يا مريم العذراء السلام للسماء الجديدة التي صنعها الآب وجعلها موضع راحة لابنه الحبيب سلام للكرسي الملوكي الذي للمحمول على الشيروبيم السلام لشفيعات نفوسنا أنت بالحقيقة فخر جنسنا اشفعي فينا يا ممتلئ نعمة لدى مخلصنا ربنا يسوع المسيح لكي يثبتنا في الإيمان المستقيم وينعم لنا مغفرة خطايانا بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يا رب نعم لنا مغفرة خطايانا ألوف ألوف وربوات ربوات رؤساء ملائكة وملائكة مقدسين وقف أمام كرسي ضبط الكل صارخين قائلين قدس 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 بالحقيقة المجد والكرامة يلقا بالثالوث بشفاعة جميع صفوف الملائكة يا رب نعم لنا مغفرة خطايانا آباؤنا الرسل بشروا في الأمم بإنجيل يسوع المسيح خرجت أصواتهم إلى الأرض كلها وبال كلمهم إلى أقطار المسكونة بصلاة سادات الآباء الرسل يا رب انعم لنا مغفرة خطايانا أكليل غير مضمحل جعلها الرب على جميع صفوف الشهداء أنقذهم وخلصهم لأنهم التجوا إليه وعيادوا معه في ملكوته بصلوات جميع صفوف الشهداء يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا قديسك يباركناك وينطق بمجد ملكوتك ملكوتك يا إلهي ملكوتنا بدي وربوبيتك على كل الأجيال بصلوات كفت ما صف لباس الصالب والأبرار والصديقين يا رب انعم لنا مغفرة
غفرت خطايانا. السلام لإيليا النبي المتعفف وآل شعت الميزه المختار المبشر العظيم في كورة مسمر قوس الرسول مدبرها الأول. أنت هي أم الله يا مريم العذراء اطلبي منه عنا أن يرحم جنسنا. البطريرك العظيم أبونا أنبسويروس الذي أنار التعليم المقدس عقولنا. أبونا المعترف أنباديوس كوروس حارب عن الإيمان ضد الهرطقة. وكل آبائنا الذين أرضوا الرب بركتهم المقدسة كلنا حارسا. بصلواتهم انعم لنا يا الله بمغفرة خطايانا واعطينا سلاما. مرحمك يا إلهي غير محصى وكثيرة جدا هي رأفة. قطرات المطر محصى عندك جامعها ورمل البحر كان أمام عينيك. فكم بالحري خطايا نفسي هذه الظاهرة أمامك يا ربي. خطايا التي صنعتها يا ربي لا تذكرها ولا تحسب آثامي. فإن العشار اخترت والزنية خلصتها واللص اليمين يا سيد ذكرت. وأنا أيضا الخاطي يا سيدي علمني أن أصنع توبة. لأنك لا تشاء موت الخاطي مثل أن يرجع وتحيا نفسه. ردنا يا الله إلى خلاصك وعملنا كصالحك. لأنك أنت صالح ورحوم فلتدركنا رفاتك سريعا. ترأف علينا كلنا أيها الرب الإله مخلصنا وارحمنا كعظيم رحمتك. هؤلاء اذكرهم يا سيدنا المسيح كن في وسطنا صارخا قائلا. سلامي أنا أعطيكم سلام أبي أتركه معكم. يا ملك السلام أعطينا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. حرك أعداء الكنيسة وحصنها فلا تتزعزع إلى الأبد. عمانو الإلهنا في وسطنا الآن بمجد أبي والروح القدس. يباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا. تنقو أشتمكو بخريستوس نمبكيوت أغاسوس نمببن ومسوى أمجعكي أكسوتي أمون.